أهلا فيكم متابعينا، حلقة جديدة من برنامج شرايها عليا. معاكم عليا المؤيد من البحرين، ومعاي اليوم نور السنعوسي من الكويت. نور ناشطة في التعليم المنزلي وعطتنا معلومات كثيرة في الحلقات السابقة، ولكن الحوار ما يخلص، عندي أسئلة كثيرة وأسئلة من المتابعين أيضا لك نور. فحوار هذه الحلقة حابة أنه يكون عن الخطوة الأولى. خلينا نقول أحد اليوم اقتنع بالكلام اللي قلناه وحابنا ياخذ الخطوة الأولى، فهل في مناهج مفروض الأم تتبعها؟ هل يغني التعليم المنزلي تماما عن التعليم العادي؟ هل أسويه بالإضافة إلى أو بدل التعليم العادي؟ وين أبدأ؟ يعني في الأم مثلا مقتنعة ولكن في حيرة، فأعطينا بعض الحلول. أوكي، الحين عجبتني فكرة التعليم المنزلي، شنو أسوي؟ ممكن أسهل الطرق إن الأم تشتري منهج جاهز، بدل في مناهج جاهزة تنباع أونلاين في المواقع، في مراكز تعليمية معتمدة ومعروفة وتبيع مناهج. أوكي، تقدرين تعطيني هذه مثلاً بعض الروابط نحطها في الحلقة، نشبكها في الشرح الحلقة؟ نقدر. أوكي. في مدرسة كالفيت، هذه يعني أكثر مدرسة معروفة ووايد اللي يعلمون في المنزل يعني يتجهون لها. هي مدرسة لها كذا فرع في أمريكا، يعني مدرسة عادية بس عندها خيار التعليم المنزلي. تسجلين في الكورس، تدفعين الرسوم، يبعثون لك المنهج كامل، الكتب، الأدوات التعليمية، مثلا الاختبارات العملية، الأدوات الحسابية، يعني يدزون لك بوكس كامل فيه المناهج، كل شيء تحتاجينه. يدزون لك كتاب شلون أنت راح تشرحين المنهج، يعني بأدق التفاصيل. أتوقع يعني هذا أسهل الأم تأخذ لها شيء جاهز وتطبقه، إلى أن تتمرن ويكون عندها ثقة شلون هي راح يعني تقدر تكون منهجها بنفسها. يعني أنا مثلا عندي كذا منهج، أخذ منه مقتطفات اللي يناسبني واللي يناسب عيالي. بس أنت إذا بتاخذين منهج لازم تاخذين منهج اللي تعرفين أنه هو بعدين يدخلهم جامعة، أو حتى إذا مثلا أنا قررت أني أوقف تعليم منزلي بأدخله في المدرسة، لازم أنا أتبع منهج يضمن لي أنه بيدخل بعدين الصف اللي حق الأطفال اللي كبره، صح؟ بالضبط. ميزة كالفيت، مدرسة كالفيت، أن هي تحط لك مدرس يشرف على الطلبة، تكون في مقابلات أونلاين على سكايب، يشوف الطلبة شلون قاعد يتقدمون، يسوي اختبارات أونلاين، بالأخير بنهاية الترم أو السنة يقدمون لك شهادة معتمدة، فكأنك في مدرسة عادية بس قاعد تسوينها في البيت. زين، سؤالين. السؤال الأول والأكبر هو هل هذه المناهج كلها إنجليزية ولا في منها عربي أيضا حق الأم اللي حابة أن تتواصل بالعربي؟ الحين المناهج الجاهزة إنجليزية، بس إذا بالعربي تقدرين أنت تكونين منهجك لما تشترين كتب عربية، مثلا منهج العلوم، مثلا سلسلة علمية، مثلا منهج العربي اللي هي القاعدة النورانية مثلا. يعني تشترين حق كل مادة منهج أو كتاب، وأنتي توزعينه وأنتي تشوفين شلون راح تشرحينه أو يعني تعلمينه. يعني أنتي تقدرين تسوين منهجك، ممكن تاخذين منهج ثاني، ممكن حتى تاخذين مناهج المدارس الحكومية أو الخاصة وتسوينها في البيت. إنزين، بس إذا خدتي منهج جاهز وطبقتي أنت في البيت، عيل ما سوينا شيء، ما حلينا مشكلة البوكس اللي يحطونهم فيه في المدرسة، وإن على أساس إن أنت ملزوم بهذا المنهج وتفكيرك بيكون مثلهم بالضبط، ما خلينا، معناته ما فتحنا المجال حق الطفل إنه يتوسع. لا، هذه المناهج راح تكون guideline بس، يعني إرشادية، راح تضيفين عليها أنشطة خارجية، أنشطة في البيت، تروحين نوادي، الياهل يتعلم مثلا سباحة، ركوب خيل، يعني وتبر، يعني هذه بس إرشادية، ممكن تزيدين عليها ممكن تنقصينها. وهل الأمهات يحصلون مثلا support group، أن مثلا هل في مجموعة داعمة من الأمهات اللي أيضا قاعدين يسوون تعليم المنزلي، أقدر أنا أتفاكر معاهم، فلانة أنت إيش سويتي، فلانة أنت إيش رأيك؟ أنا عارف أن في الغرب دائما هذه الأشياء موجودة أكثر من عندنا، يعني هل ان انا الحين اذا اليوم ابتديت اعلم تعليم منزلي، هل بحس ان انا وحيده وخلاص ما اعرف وين اروح غيرك نور يعني، ولا هل في اشياء مجموعات اقدر انضم لها؟ الحين لان التعليم المنزلي في انتشار موسع،
في وايد جروبات على الانترنت اونلاين جروبس، بس لانه هو في انتشار يعني حتى في دولنا الخليجيه في عوائل يعني تعلم في البيت، فكونين لهم جروبات يعني لو الواحد يبحث اونلاين عن جروب تعليم منزلي في اي دوله ممكن يلاقي يعني جروب دعم، وجروب دعم هذا يعني شيء وايد ضروري للعوائل للتعليم المنزلي، لان مثلا عندنا في الكويت جروب نسوي رحلات لعيالنا، نسوي أنشطة، نسوي كلاسات مشتركة للأطفال اللي بنفس العمر، الهني اليهال يختلطون باليهال الثانيين، الأمهات يدعمون بعض، نشارك قصصنا، فوايد مهم وجود الجروبات الدعم. وهل الأعداد قاعدة تزيد في الخليج من الناس اللي قاعدين يختارون التعليم المنزلي ولا ما في إحصاء؟ يعني شنو الأرقام؟ التعليم المنزلي في ازدياد قلت لك حول العالم وحتى في الكويت وحتى في الدول الخليجية، بس أغلب العوائل تكون المغتربين الأجانب اللي جايين يعني للعمل في الخليج، كان إن مدارسنا يمكن ما تناسبهم المناهج، يعني أعرف منهم مدرسات يعني الأم تدرس في المدرسة وتدرس عيالها في البيت، لأن تشوف إن مستوى المدارس عندنا مو يعني المطلوب. إيه إنزين، وشنو يصير إذا، لأن أنا عارف إن هذه المعلومة أو الحوار هذه دائما يصير بين الأمهات، خلينا نقول أنت خدتي منهج معين وهذا المنهج هو اللي لازم تدرسينه عشان الطفل بعدين يدخل الجامعة أو يكمل في المدرسة، ولكن أنت أصلا معارضة لهذا المنهج، يعني المعلومات اللي فيه أنت تحسين إن هي يا أن هي قديمة يا أن هي غير صحيحة، يعني في كثير ناس حتى يقول إيش المعلومات التاريخية ركيكة ولا ما لها يعني، فأنت تبين، فهل أنت للحين ملزومة أن تعلمين المنهج وبعدين تضيفين إذا تبين، أو لأنه إذا أخاف إذا ما علمتي هذا المنهج ما بيقدر بعدين يأخذ امتحان المناسب له؟ هل تتكلمين عن الجامعات العربية ولا جامعات أوروبية؟ لا أنا حاليا أتكلم عن الطفل اللي يعلم منزليا وأنه في أمل هو في أي سنة يمكن يختار يرجع مدرسة إذا ما نفع معه، فلازم يكون هو على المنهج، يعني لازم يكون على الأقل مواصل وياهم نسبياً على الأقل يعني. أوكي، بس عشان يرجع المدرسة راح يسوي الاختبار قدرات بالأشياء الأساسية، اللغة، في الرياضيات، في العلوم، هذه ما توقع عليها اختلاف، يعني اختلاف أغلبه يكون بالمثل الكتب التاريخية. إيه صح صح، إيه هو الكتب التاريخية، الكتب الدينية، إيه. هذه الأشياء. إيه. بالضبط. أما في الجامعات يعني في جامعات وايد تقبل طلبة تعليم منزلي من غير شهادات، من غير اختبارات، يعني بس اختبار قدرات وهم بالأساسيات، الأساسيات يتعلمها. حلو. إنزين، وهل ممكن إن الأم تختار، خلت تقول هي تبي إن تسوي التعليم المنزلي، ولكن تجيب مدرسين خارجين حق كل المواد مثلاً؟ وهي تسوي الأشياء الإضافية، يعني القراءة، الطلعات، الطبخ، الأشياء الثانية يعني. ممكن المواد الصعبة اللي الأم ما تقدر تشرحها ممكن تسيب مدرسين خصوصيين في البيت، بس شنو ميزة لما أنا أعلم عيالي؟ الرابط والحميمية اللي بيني وبينهم لما يسمعون المعلومة من أمهم، أمهم اللي ما تقول شيء غلط، يعني الأمهم اللي قاعد تعلمهم بحب، فبسرعة تلقط المعلومة، يعني ما يحسون بملل مثلا، لان انا اعرف شلون اوصل المعلومه حق عيالي. فلما تجيبين مدرس اوكي يعني مو حق المواد، مثلا ماده مادتين اوكي، بس ان اذا احد خذ منك هالمهمه راح تفقدين هالجانب هالميزه هذه. ايه لا انا معاك، انا معاك، ولكن انت عيالك للحين في العمر اللي عندهم ان الام احبها وكل شيء يطلع منها صح، فانا قاعده اتكلم عن الاعمار يمكن اللي حساسه شوي اكثر، صار عمره مثلا 13 14 اللي بدا شوي في تنمر وما تبين انت تخلين العلاقه تهتز زياده، فكخيار يعني انه يقدرون يحطون له مدرس خارجي. الحين التنمر ما اتوقع واحد في البيت راح يتعلم التنمر، لان التنمر ظاهره يعني مجتمعيه اكثر، يعني هي شيء مو طبيعي. صح. وهل يعني إذا التعليم المنهج اللي تكلمتي عنه، هل في مناهج أخرى كثيرة الواحد ممكن يختار منها، ولا فقط يعني محصورة بين قليلين فقط؟ فأنت ذكرتي لنا واحد منهم، شنو في غيره ممكن نختاره؟ وهل في لغات ثانية، يعني هل كل شيء بالإنجليزي ولا هل في
مع العربي ما في، ولكن هل في مثلا حق الناس اللي ألمان ولا فرنسيين ولا لغات أخرى؟ اوكي، الحين كل دولة فيها التعليم المنزلي متاح او قانوني، تبيع مناهج، او فيها كل اللي العائلة اللي تدرس منزليا تحتاجه. في مناهج مثلا في سنغافورة هم بالانجليزي، في مواقع وايد تبيع مناهج جاهزة، في برنامج للتعليم منزلي بس ما في منهج ثابت. انت تروحين تقولي لهم انا ابي اعلم ولدي كذا وكذا، هو مهتم في كذا وكذا، يصنعون لك منهج خاص لطفلك، خاص لاهتماماته، اهتماماته تغيرت، يغيرون المنهج كله عشان. اي حلو حلو. فوين الوحده تبدا؟ مثلا انت قلتي مساء انه في انواع مختلفه من التعليم المنزلي، في نوع التعليم المنزلي اللي يكون ويا التعليم المدرسه، فخلنا نبتدي بهذه، بس شرحي لنا شوي عنه. اوكي، الحين اليوم صار التعليم المنزلي ضرورة حتى مع الأطفال اللي يروحون مدارس، لأن المدارس ما تغطي كل شيء، المدارس تغطي المواد اللي لها أولوية، الرياضيات، اللغات، العلوم، بس في مواد ثانية تكمل تعليم الطفل. هاي الأشياء التكميلية احنا نسويها في البيت، هذا يسمونه تعليم منزلي جزئي. هو مكمل التعليم المنزلي. شنو أعلمه في البيت جزئي اللي تحسين ضروري أسويه اليوم وهو في المدرسة حتى كبداية؟ أوكي، مهارات مثلا، مهارات حياتية مثلا، طبخ، هلون يعني طبخ، تغيير ليتات، سبق طواف، تركيب أثاث، يعني المهارات الحياتية. يكتب تشيك مثلا، يملي فورمة، هذه كلها أشياء ما يتعلم. يسوي بريد ويرسل كارد، يعني الطبخ، تنظيف، مساعدة في تنظيف وأعمال المنزل، هذه كلها مهارات. تنمية الهوايات، يعني إحنا اليوم وايد ناس أقول لهم شنو هوايتك؟ ما عندي هواية. ما عنده وقت اصلا، انت تعرفين ايش كثر عندهم واجبات وشغل المدرسه، ما كان عنده وقت انه تكون عنده هوايه. صح، فنوديهم نوادي سباحه، كمبيوتر، رمايه، اللي يحب الياهل. يعني احنا نبي نجهزهم للحياه، باكر هم بيكونون ازواج، نبيهم يساعدون ازواجهم، زوجاتهم، يساعدون عيالهم، يكونون آباء معلمين، يعني يكون لهم بصمة في عائلاتهم. يعني أنا وأنا صغيرة حلمي إني أتزوج واحد يساعدني في البيت، ويعني يربي عيالي، يحبهم، يكون حنون عليهم. أنا اليوم أبي أكون أولاد، يعني باشر في المستقبل أشوفهم كذي، أشوفهم يحترمون زوجاتهم، ما يشوفون في إن أنا ريال أنتي مرة، يكونون حنوني على عيالهم، يعلمونهم، تكون هذه العلاقة. يعني احنا نشوف سلبيات اليوم في المجتمع، شلون نصلحها اذا احنا عيالنا ما نزرع هالقيم هذه فيهم اليوم؟ صح صح. فتلاقين ان كثير من الامهات يمكن هي قاعدة تسوي هذا الشيء وهي ما دارية، حتى قاعدة تسوي التعليم المنزلي الجزئي اللي هي ما سمتها تعليم منزلي جزئي الى الان. بالضبط، يعني هم الحين اللي هالي يروحون المدرسة، ايون من المدرسة الام تقعد معهم بتدرسهم، ممكن تشرح لهم الدرس من يد ويديد لأنه ما فهم المدرسة، بتشرح لهم، بتسوي لهم واجباتهم، فيعني كذي ولا كذي الأم هي قاعدة تعلم في البيت. أو حتى إذا ما قاعدة تعلم، قاعدة تعلمهم حتى بالأشياء اللي هي تسويها أصلاً، هو قاعد يتعلم وهو يشوفك حتى بدون ما تقولين له قاعدة أعلم. بالضبط. فالخيار الثاني هو أن تعلمينه منزلياً تماماً بمنهج، صح؟ صحيح. فالتعليم المنزلي اللي بالمنهج، فعندنا، فإذا اخترنا التعليم المنزلي عندنا بمنهج وعندنا بدون منهج. صحيح. أي في نظرك أسهل للانخراط مستقبلا في المجتمع؟ الحين المنهج يعلم أكاديميا. أي أوكي، أنت تبين اللي برا المنهج هو اللي راح يهيئه اجتماعيا. اي، فانت قصدك انه حتى اللي سوينا بالمنهج بنسوي حتى المهارات والاشياء حتى لو كان في منهج. بالضبط، يعني هذه ضروره. اي، فهل هذه هو السيستم اللي قاعد تستعملينه انت اللي بمنهج
ولكن أنا ما زلت بشوف هواياتك وبشوف شخصيتك وبشوف بالضبط بالضبط يعني قاعد أخذ المكس من هني ومن هني يعني مو كل أكاديمي. إيه إنزين والناس اللي تروح في اتجاه الثاني تماما اللي أنت علم نفسك وأنت اختار شنو تبي تتعلم، شنو هي الإيجابيات والسلبيات من هذه الطريق؟ الحين حتى لو عطيناهم الحرية الكاملة إنهم أنت تعلم شنو تبي، بس في هم في ضوابط يعني ما تخلين العملية كلها متروكة للطفل. أوكي أنت سوي اللي تبي تحبه، بس ممكن أنا أحط له خيارات، إيش رأيك نسوي كذا اليوم؟ إيش رأيك نروح هالمكان اليوم؟ يعني عندنا إحنا التوجيه، نوجه العملية التعليمية ما نخليها كذي سايبة. إيه. وهل في أعمار معينة اللي لازم تبتدين فيها؟ ولا أعرف إن طبعا التعليم يبدأ من الولادة، ولكن مع بداية المنهج هل ما زلنا نتكلم عن عمر 6 سنوات تقريبا اللي هو صف الأول في المدارس العادية، ولا تبتدين قبل؟ الحين أكاديميا ينصح إنه ما يبلش قبل 7 سنوات. قبل 7 سنوات هذه سنوات لعب، الطفل يتعلم باللعب. يعني تقدري تعلمين الطفل بس بألعاب الأحرف، الأشكال، الألوان، ثقافة عامة، بس ما تكون في منهج جامد. بعد 7 سنوات نبدي نعلم القراءة، الكتابة، يعني ندش بأقشو تلاقينا بدرجة عالية. أي وهذا مشابه يمكن أيضا لبعض المدارس اليوم اللي موجودة، مثلا المونتسوري ولا الوالدورف، اللي تشوفين أن ما يعتمدون الاختبارات والضغط من السن المبكر، يعني أنه يصير وايد ضغط على الطفل، أصلا هو مو فاهم معنات الامتحان. تعطونا امتحان وتعطونا واجب وتحطون عليه بريشر من البداية، أحس ضغوط تصير كثيرة عليهم. الحين عندنا التجربة الفنلندية، لما تسوي سيرش أفضل المدارس في العالم تطلع لك فنلندا أول نظام مدرسي يعني على العالم لمدة 10 سنوات على التوالي. ليش؟ نظامهم مقارب للتعليم المنزلي، ما في واجبات، ما في اختبارات، الاختبار واحد بس اللي هو في المرحلة الثانوية. المدرسين يقضون بس 3 ساعات في الكلاسز، الفرصة اللي اليهال فيها يلعبون مدتها 1.5 ساعة، احنا عندنا 20 أو 27 دقيقة بس، فما فيها الضغط اللي احنا نسويه هني. يعني مع صرامة تعليمنا مو قاعد نحصل النتائج اللي فنلندا حصلتها، يعني مخرجاتهم عالية، نسبة النجاح عندهم عالية. يوم الطالب في اللعب، في الاختبارات العملية، حتى علاقة المدرس بالطالب غير، لأن الفصل بس فيه 20 طالب مو أكثر. الطالب عنده الحرية، إذا ما عجبته هالمادة ممكن يطلع من الفصل يروح يسوي شيء ثاني. فالنظام هذا وايد مقارب للتعليم المنزلي. وين في أكثر البلدان اللي تحسين فيها التعليم المنزلي أكثر شيء؟ يعني هل هي أمريكا ولا أو وين ابتدت هذه أو أي بلد رجعتنا إلى هذه الظاهرة خلينا نقول؟ أوكي الحين التعليم المنزلي هو قديم، بس من بداية الثورة الصناعية صار التعليم إلزامي في أمريكا. بعدها آباء مثلي ومثلك اعترضوا ورفعوا قضية، وهني أقروا التعليم المنزلي من تقريبا 60s. وعندنا في الخليج هل قانونيا مسموح او لا؟ ما الحين في الخليج او الدول العربيه عموما القانون ما يذكر التعليم المنزلي، فهو مو ممنوع ومو مشروع. فمعناته انت المهم انك انت تعلمين طفلك بغض النظر، يعني هو الهدف انه لازم يعلم، مو الهدف انه شلون علمتي ولا شلون. أوكي. عيالنا مسؤوليتنا، من حقنا كآباء احنا نقرر شنو يتعلمون، شلون يتعلمون، وهذا قانون في الأمم المتحدة أغلب الدول موقع عليه أن الآباء لهم مسؤولية تعليم أبنائهم بما يناسبهم، أغلب الدول موقع عليه. فهذا من حقنا احنا، من حقنا أن نعلم عيالنا، من حقنا أن احنا نختار لصحتهم مثلا، لأن هم مسؤوليتنا الأولى. فمن هالقانون نقدر نقرر التعليم المنزلي إذا كان في وعي وكان في مطالبات أن يتم إقرار التعليم المنزلي، بس حاليا هو مو معرف، مو موجود في القانون أصلا. إيه.
إنزين نور، بسألك سؤال أخير يمكن يكون ورد على أذهان المتابعين، وهو أن أنا عارف أن أنت تسوين عن اقتناع، وعارف أن أنت مرتاحة جدا، وعارف أن كثيرين من اللي يعلمون منزليا مستانسين. شنو ممكن بعض الصعوبات اللي صراحة يعني ممكن بعض الصعوبات اللي تواجه الأم اللي تعلم في المنزل، عشان بس واحد يكون داخل عارف أنه هو مو كله كذي ورد وياسمين، يعني لازم بتكون في بعض الصعوبات، فعطينا بس نبذة عن يمكن الأشياء اللي ممكن نهيئ نفسنا لها نفسيا. أوكي، طبعا العملية مو مثالية ومو كلنا نقعد ويلا مستانسين ونتعلم، أكيد في صعوبات، والتعليم منزلي مو سهل، يبي له جهد، يبي له مثابرة، يبي له إصرار، يبي له التزام. الصعوبات إن الحياة أصلا يعني علينا ضغوطات إحنا من الحياة، فأكيد أسهل إني أرجع البيت وولدي أوريدي يتعلم في المدرسة، مو أنا أي أعلمه من جديد. بس مثل ما قلت لك، حتى اللي يروح المدرسة هم الأم بتقعد بتشرح له، يعني هي ضغوطات من جميع النواحي. بس اللي يتعلم في البيت يتعلم بسرعة، يعني الجهد اللي أنا بقعد فيه عشان أشرح له ويحل واجبة المدرسي بقعده وعشان أعلمه معلومة جديدة. صح. ممكن أنا أي من الشغل تعبانة مالي خلق، بس أقدر أستخدم أشياء ثانية. أتوقع بس هذه الصعوبات أتوقع. حلو، والله ألهمتينا نور، شكرا لك. يعني بالعكس حوار جدا ثري، وإذا عجبتكم هذه الحلقة حطوا لنا لايك، حطوا لنا حتى تعليقاتكم على هذه الحلقة، عشان في الحلقات المستقبلية، عارفة أن يكون عندكم أسئلة كثيرة، الحلقات المستقبلية شو نور أوريدي صحبوها الحين الحلقات المستقبلية نجاوب أسئلة المتابعين إن شاء الله. شكرا نور، ممتنة لك كثيرا. شكرا عليا. شكرا.